يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه. نبدا مع حضراتكم يوم جديد. تحياتي طبعا في البدايه لحضراتكم كل المشاهدين وكل جماهير النادي الاهلي اللي بيتابع حلقه النهارده من السادسه. الكل في الانتظار، ده العنوان الاساسي طبعا للمرحله اللي جايه. خلاص الاهلي رجع يتمرن ويستعد طبعا لاستكمال مشواره اللي بداه بدايه يمكن تكون مش مرضيه لطموحات جماهير النادي الاهلي في كل مكان، لكن ان شاء الله باذن الله هي مش بس استعاده كمان لمشوارنا في دوري ابطال افريقيا. 10 ايام يمكن يكونوا مهمين جدا، مهمين لانه عنوان البدايه كانت بتقول انه في حاجه غلط، وبالتالي الجمهور في انتظار انه نصلح ونعدل من المسار. دي نقطه مهمه جدا واولويه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نتكلم حتى عن النتيجه، اللي بالتاكيد كمان احنا في انتظار حسم الاهلي تاهله لدور المجموعات، وده الدور الاهم والدور الاصعب. كمان الاهلي فيه او جمهور النادي الاهلي فيه انتظار بدايه مشوار الدوري اللي احنا يمكن على بعد ايام بسيطه منها، واللي البدايه فيها هتكون في منتهى القوه امام فريق محترم ليه تاريخ كبير جدا، وخصوصا تاريخ مواجهاته قدام النادي الاهلي هو الاسماعيلي، وفي انتظار كمان ظهور سكواد الاهلي في شكلها الجديد، الصفقات للنادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي مستنيها تظهر ان شاء الله باذن الله. هنتابع مع حضراتكم، وان كنت الحقيقه قبل ما ادخل في التفاصيل وقبل ما اتكلم على ماتشات شامبيونز ليج النهارده وقبل ما اتابع مع حضراتكم تمرينه الفريق واخبار الفريق، عايز اقول ان انا امبارح حسيت بفخر كبير جدا ان انا بنتمي للمنظومه دي، منظومه محترمه، منظومه محترفه، منظومه بتشتغل وهي دايما باصه لقدام. الحقيقه يمكن اللي انتوا شفتوه امبارح في كشف الحساب اللي قدمه كابتن محمود الخطيب بيقول انه اللي حصل ده المجهود اللي اتبذل في 4 سنين فاتت، وعلى الرغم من خطوات عملاقه عملها وانجزها ابناء النادي الاهلي لتولي المسؤوليه في مرحله مهمه جدا، هي بس ما هي الا مجرد مقدمات، مقدمات اللي جاي، واللي جاي حاجه عظيمه جدا هتضيف لكيان النادي الاهلي الكتير. حقيقه اعتقد انه على مستوى التخطيط، على مستوى الرؤيه، على مستوى التخصص، شفنا على مستوى الانشاءات، شفنا الحقيقه خطوات عملاقه قطعها النادي الاهلي تحتاج سنين طويله جدا حقيقه، وكان حجم الانجاز مش بس في الفتره اللي تم فيها فتره ال4 سنوات، لكن كمان كان في القدره على التعامل وتخطي ظروف صعبه جدا اثرت على العالم كله. وزي ما قلت هنا امبارح في التغطيه الخاصه اللي حضراتكم تابعتوها على شاشه النادي الاهلي، ظروف عانت منها دول، فما بالك بانديه، ورغم انه حتى معظم انديه العالم عانت ودفعت فاتوره الظروف الصعبه دي، لكن الاهلي ما تعطلش وما وقفش وقدر يتعامل معاها بمنتهى الاحترافيه الحقيقه، وقدر انه يحقق كل اهدافه. كل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي، ونتمنى دايما الاهلي يبقى في المقدمه. نبدا مع حضراتكم السادسه بسؤال حلقه النهارده، والسؤال بتاعنا اللي رجع مع بدايه الموسم الجديد، مين هم افضل 3 لاعبين من النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام الحرس الوطني في دوري الابطال؟ اجاباتكم منتظرينها طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، تويتر وفيسبوك وانستجرام. بالتاكيد الاداء العام ما كانش مرضي، وبالتاكيد النتيجه ما كانتش مرضيه، بس بالتاكيد في نجوم اتالقت ما تستحقش مننا ان احنا نظلمها، واعتقد انه من الواضح جدا انه اختيار اكرم توفيق هيكون وارد في اختيارات حضراتكم. تختاروا مين مع اكرم وترتيب اكرم ممكن يكون ايه، ده رايي الشخصي، لكن طبعا في النهايه انا احترم اراء جمهور النادي الاهلي. نبدا بعناوين حلقه النهارده من السادسه، والبدايه هتكون مع الاهلي. الاهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بطل النيجر في دوري ابطال افريقيا. 27 ديسمبر هو موعد معسكر المنتخب الوطني استعدادا لامم افريقيا بالكاميرون. برج العرب يستضيف مباراتي الاهلي والمصري ذهابا وايابا بالدوري. والجماهير تستقبل بيج رامي بعد عودته من للقاهره بلقب مستر اولمبيا. اليوم واجهه ناريه، ليفربول ضيفا على اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا. من النهارده تقدر تقول ان احنا دخلنا في الجد، وجد الجد كمان، يعني طبعا المباراه الاولى طبعا كنا منتظرين اداء احسن من كده بالتاكيد، ده ما فيش شك، وفي كل مباراه هيدخلها النادي الاهلي منتظرين اعلى اداء بصرف النظر عن المنافس وبصرف النظر عن البطوله، ده شيء يعني بديهي عشان ما نتكلمش فيه عشان الناس ما تخشش تعلق وتقول مسكنات ومبررات والى اخره. لكن من المباراه اللي جايه كتير من الظروف اللي اتكلم عليها حتى مستر موسيماني مش موجوده، مباراه على ارضك وامام فريق مع كامل الاحترام والتقدير يعني لكل فرق افريقيا ما هوش منافس ابدا للنادي الاهلي، ولا يصح باي حال من الاحوال ان هو يدخل معاك في مباراه متكافئه، وبالتالي حتى وان كان غايب عنك فرقه كامله.
اعتقد انه الغيابات واحد من الملفات اللي هنطرحها على حضراتكم، برنامج استعداد الاهلي لمواجهه الحرس الوطني، ومن بعده على طول انت داخل في المعمعه، داخل في الاسماعيلي وبعد كده بنك اهلي وبعد كده زمالك، يعني دخلت خلاص في عمق الموسم نفسه، يعني مش هقول في بدايه الموسم. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح نطمن على فرقتنا ونطمن على ملف الاصابات والغيابات ونطمن على برنامج استعداد الاهلي لمباراه السبت القادم امام الحرس الوطني. فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا انا عايز اخد من كلامك، دخلنا في مرحله صعبه جدا، مرحله الجد، خلاص امور الفتره القادمه طبعا مباراه العوده امام الحرس الوطني في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، البطوله اللي الاهلي بيحمل نسختها وهي في لقبها في اخر نسختين، وايضا بطوله الدوري العام والانطلاق امام فريق الاسماعيلي. مرحله صعبه جدا ومرحله مهمه جدا. لذلك زميلي احمد النهارده التدريب مختلف، الروح المعنويه عند اللاعبين مختلفه، شايفين النهارده يعني امور كتير جدا مختلفه من اللاعبين. النهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه حريص ان هو اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا للترتيبات لي الخاصه بالفتره القادمه، وايضا اطمئنان على حاله الفريق استعدادا لمواجهه فريق الحرس الوطني في مباراه الاياب لدور ال 32، ايضا اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني. الدور الكبير جدا اللي دايما الكابتن الخطيب بيلعبه مع اللاعبين في كل وقت، مع الجهاز الفني في كل وقت قريب جدا مع الفريق. ثم انطلق يعني قبل المران كان مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، طبعا اتكلم على ايجابيات وسلبيات مباراه الحرس الوطني والاخطاء اللي وقع فيها فريق النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت زميلي العزيز، مباراه تبقى مباراه العوده مختلفه في جو تاني في ملعب تاني، كل الظروف ان شاء الله مهيئه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا مباراه اقدر اقول نقول من خلالك يصالحوا بها جماهير النادي الاهلي، لان ده العهد اللي اتعهد عليه اللاعبين يعني عقب مباراه الذهاب. اللعيبه لامت بعض، عايز اقول لك ان كان في تاثر من اللاعبين على نتيجه مباراه الذهاب، لكن اللعيبه تعهدت دور الكباتن الكبار في النادي الاهلي ايمن اشرف ووليد سليمان ورامي ربيعه اللي كانوا موجودين معانا في مباراه الذهاب، حريصين ان هم يتكلموا مع اللاعبين ويلموا اللاعبين، لان الفتره القادمه والفتره المقبله فتره مهمه جدا. عقب المحاضره الفنيه مستر بيتسو موسيماني كان في يعني بعض الجوانب التدريبيه للفريق او النواحي البدنيه في الجيم مع كابيلو مخطط الاحمال، ثم انطلق المران. طبعا عندنا ملف كبير جدا زميلي احمد هو ملف الاصابات، وانت اكيد انت عايز تطمن من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي طبعا على ملف الاصابات. الجميع دايما بتطمن من خلالنا من خلال قناه النادي الاهلي. خلينا نتكلم على صلاح محسن. يعني صلاح محسن يعني كان كلامنا مع الدكتور احمد ابو عبله ان هو بدايه الشعور باجهاد في المشطيه الخامسه للقدم، وبالتالي يعني عمل له كافه الاشاعات. ده كان شعور يعني حس بيها صلاح محسن قبل سفر الفريق الى النيجر، وبالتالي فضل الفريق او الجهاز الطبي ان هو يريحه لحين العوده من النيجر. طبعا اتعمل كافه الاشاعات والامور الطبيه يعني تمت على افضل وجه لصلاح محسن، وزي ما قلنا ان هو بدايه شرخ اجهادي في المشطيه الخامسه للقدم. فتره العلاج بالكثير هتبقى 3 اسابيع زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله، قال احنا خلاص بدانا في البرنامج التاهيلي لصلاح محسن، موضوع لبرنامج تاهيلي 3 اسابيع ان شاء الله يكون موجود في ارض الملعب. محمد الشناوي ايضا بيسير بخطى اكثر من رائعه في البرنامج التاهيلي، في استجابه كبيره جدا ان شاء الله لمحمد الشناوي في البرنامج التاهيلي الموضوع لمحمد الشناوي. ايضا حسين الشحات النهارده اللي كانت يعني امر مهم جدا، وحاجه من الاخبار السعيده ان حسين الشحات النهارده نزل وشارك في المران، اطمننا من خلال الدكتور احمد ابو عبله قال لي من الناحيه الطبيه خلاص انا بالنسبه لي احمد حسين الشحات بقى موجود، يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. طبعا هيخضع للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني لوجوده في مباراه الحرس الوطني. تمام. ايضا النهارده محمد مجدي قفشه يعني عريسنا وعريس النادي الاهلي بنبارك له طبعا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، كان موجود النهارده بيشارك في المران بفورمه مختلفه جدا، يعني واحد من العناصر ان شاء الله اللي هتكون موجوده معانا في المباراه باذن الله. تقدر تقول ان الحاله المعنويه عند الكل، سواء اللعيبه اللي هتبقى موجوده معانا في مباراه الحرس الوطني او اللعيبه اللي ان شاء الله تبدا معانا مشوار الدوري امام الاسماعيلي. خلينا في ملف اللعيبه الاول يا فاروق، انا عايز اسالك على عناصر مهمه. طيب عايز اسالك على اسماء 3 لعيبه ومدى جاهزيتهم. انا عارف انك انت كنت مع الفرقه في النيجر ومتابع وقريب قوي حتى وبتتابع التمرينات بشكل يومي، من خلال متابعتك مدى جاهزيه محمد محمود ورامي ربيعه من وجهه نظرك، تقييمك وجهه نظرك الشخصيه، شايف ان هم جاهزين ولا بعاد شويه محتاجين ياخدوا شويه وقت لغايه لما يتم تجهيزهم؟ وايضا عايز اتكلم على بيرسي تاو من وجهه نظرك، طبعا الاصابه الاخيره اللي تابعنا حتى يمكن من قبل الاهلي ما يسافر للنيجر كان الراجل نزل الملعب وبيتمرن بشكل طبيعي، مدى جاهزيته لبدايه مشوار الدوري؟ انا عارف انه بيرسي تاو طبعا والصفقات الجديده بعيده كل البعد دلوقتي عن مباراه النيجر.
يعني خليني ابدا من الختام، ابدا من بيرسيتاو، واقدر اقول لك ان بيرسيتاو صفقه من الصفقات المهمه جدا، اضافه قويه للنادي الاهلي. اقدر اقول لك ان هو مع انطلاق مباراه الاسماعيلي ان شاء الله، مباراه الدوري، اعتقد بيرسيتاو هيكون واحد من اللعيبه الموجوده مع فريق النادي الاهلي سواء في التشكيل الاساسي او على مقاعد البدلاء. اصبح من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، تقدر تقول كل الامور خاصه ببيرسيتاو، يتبقى بس انطلاق الدوري ان شاء الله، وبيرسيتاو هيكون واحد من اللعيبه والاضافات القويه جدا لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد محمود ورامي ربيعة، يعني محمد محمود اثناء رحله النيجر اتكلمنا مع محمد محمود، ويعني دار حديث بيني وبين محمد محمود اتكلم. عايز اقول لك ان محمد محمود يعني مستر بيتسي موسيماني مدي اهتمام كبير جدا لمحمد محمود، ويعني محمد محمود قال ان هو واحد من اللعيبه المهمه جدا، هقدر استفيد منه في اكثر من مركز في ارض الملعب. يعني هو اتكلم مع محمد محمود ان هو كان واحد من اللعيبه اللي كان هياخد الفرصه في مباراه الحرس الوطني، وكان يعني بعض التعليمات والامور الفنيه اللي دارت ما بينه وما بين مستر بيتسو موسيماني اتكلم على بعض التعليمات والتوجيهات لمحمد محمود. اقدر اقول لك ان هو محمد محمود يعني كمان محمد محمود الناحيه الناحيه البدنيه، والمستر بيتسو موسيماني لما اتكلم مع كابيلو عايز ان محمد محمود يعني كان في البدايه بيتكلم معاه يقول له تاخد 45 دقيقه او يعني ما يكملش المباراه ب 90 دقيقه، لكن هو دلوقتي بيتكلم معاه ان شاء الله وطالب من كابيلو ان محمد محمود يكون جاهز على مدار ال 90 دقيقه. اعتقد يعني الامور دي كابيلو مخطط الاحمال شغال مع محمد محمود على جوانب ايضا بدنيه، لكن محمد محمود من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه ان شاء الله يكون واحد من العناصر القويه، لان مستر بيتسو موسيماني مد اهتمام كبير جدا لمحمد محمود في هذا الامر. ايضا رامي ربيعه، اقدر اقول لك ان هو رامي ربيعه واحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي، كان موجود معانا في رحله النيجر. طبعا ظروف المباراه والسيناريو بتاع المباراه فرض على مستر بيتسو موسيماني ان هو بعض التبديلات اللي احنا شفناها، لكن رامي ربيعه واحد من كباتن الفريق وايضا موجود النهارده بنشوفه في المران. ايضا النهارده بس يعني في نقطه مهمه زميلي احمد عايز اقول لك عليها، هو غياب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عن المران اليوم. طبعا زي ما صرح لنا الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن دكتور احمد ابو عبله ليه شعوره بنزل برد، فضل الجهاز الفني ان هو يديله فتره راحه من المران النهارده. من الامور المهمه برضو اللي عايز اطمنك من خلالك على فريق الحرس الوطني، ان شاء الله الفريق هيصل الى القاهره يوم الخميس القادم ببعثه بتضم 27 فرد، ان شاء الله هيكون موجودين في القاهره طبعا، واول تدريب ليهم هيكون يوم الجمعه على ملعب الاهلي والسلام، والاستعداد لمباراه الاهلي والسلام اللي هتقام يوم السبت باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من نادي الاهلي الجزيره، اطمنا منك على اخبار فرقه الاهلي وعلى التدريب، وعندنا كلام كتير على استعداد الاهلي لبدايه المشوار مش بس افريقيا، كمان بدايه انطلاق الدوري الممتاز مع واحد من نجوم النادي الاهلي يشرفونا النهارده كابتن رمضان السيد. هاجل كمان اخباري وتفاصيلها هاخدها مع كابتن رمضان واسمع تعليقه عليها، لان عندي انترفيو مهم جدا في السادسه بس بعد الفاصل مع واحد من نجوم الكره الفرنسيه حارس مرمى دولي وحارس مرمى رينجرز الاسكتلندي ليونيل شاربونيه، هيكون ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس بس بعد الفاصل. بالتاكيد محدش يختلف انه تجربة فرنسا في كرة القدم في السنوات الأخيرة تجربة ناجحة جدا وملهمة. النهاردة بنستضيف واحد من نجوم الكرة الفرنسية ليونيل شاربونيه حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي رينجرز الاسكتلندي السابق، هيكون معانا على في السادسة على شاشة النادي الأهلي. برحب بيه طبعا في البداية وبشكره على وجوده معانا في الأهلي تي في. بدايه طبعا لازم في البدايه ابارك لك على فوز وتتويج فرنسا بدوري امم اوروبا، وازاي شفت اداء الفريق في البطوله بشكل عام؟ شكرا جدا، هذا كان عمل رائع الذي عمله الفريق الفرنسي. هذه فرصة عظيمة، وهذا فريق حقيقي الذي قام بالتفاعل سريعا بعد الخسارة الذي قام بها في بطولة كرة القدم الأوروبية.
طيب خليني اسالك عن رايك في المباراه الاصعب او المباراه الاقوى او المباراه الاهم في البطوله من وجهه نظرك. في ناس بتشوف ان المباراه الكبيره اللي قام بيها المنتخب الفرنسي كانت ريمونتادا اللي حققها قدام بلجيكا وعودته في النتيجه وفوزه بنتيجه 3-2، وفي ناس بتقول ان المباراه الاهم كانت المباراه النهائيه اللي جمعته بالمنتخب الاسباني. مسيو شاربونيه اسالك السؤال تاني. وي داكور سي اعد السؤال مره اخرى. طيب انا بسالك وجهه نظرك في المباراه الاهم او الاقوى او الاصعب في البطوله، هل كانت قدام بلجيكا والريمونتادا التاريخيه اللي عملها فرنسا بالفوز بنتيجه 3-2، ولا بتراها المباراه النهائيه اللي جمعته بالمنتخب الاسباني؟ المباراتين كانوا مهمين. effectivement celui de la Belgique a été précurseur de la finale contre l'Espagne et notamment la deuxième mi-temps. مباراة بلجيكا كانت أقوى من إسبانيا، وكانت فرنسا حقا قامت بعمل رائع نفخر به جميعا. aller chercher cette victoire contre nos cousins belges, des gens que nous apprécions particulièrement. Alors les Belges nous aiment beaucoup moins. والانتصار على الفريق البلجيكي الذي نقدره جميعا والذين يقدروننا منذ زمن طويل. المتغير الأهم على مستوى المنتخب الفرنسي في البطولة دي كان كريم بنزيما، وعلى الرغم من تألقه مع ريال سنوات طويلة جدا إلا أنه غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا وعاد إليها مؤخرا وتألق بشدة. لماذا غاب بنزيما عن منتخب فرنسا لسنوات طويلة، ولماذا عاد من وجهة نظر ليونيل شاربونيه؟ Je vais essayer de parler alors pour construire mon de parler sans m'arrêter. Le retour de Karim était un retour attendu par beaucoup de Français. عودة كريم كان عودة متوقعة، فهو أفضل من أفضل لاعبين العالم مع محمد صلاح. فهذا غير كثيرا المباراة واللعب مع منتخب فرنسا، فهو من المهاجمين الأكثر رائع. Et donc Karim a apporté, a changé tout le jeu parce que du titre de champion du monde où la France jouait beaucoup plus défensivement et utilisait les contre-attaques. فقاموا باستخدام وسائل كثيرة، وقام المنتخب الفرنسي بعودة كريم وعودة هذا المهاجم اللعب بطريقة مختلفة، وليس لأنه أقل كفاءة من جيرو ولكنه متكامل. A changé considérablement ce jeu français qui est poussé un peu plus vers l'attaque maintenant. كامل للمنتخب الفرنسي وللمباراة. لا، لكن غيابه لفترة طويلة عن المنتخب الفرنسي من وجهة نظرك كان مبرر، كان منطقي؟ il avait fait peut-être une bêtise, on ne savait pas. نعم، يمكن كان قد قام بشيء من الخطأ. وتعرفون أن il faut arrêter de croire que ce sont forcément les meilleurs joueurs qui jouent lorsque يجب على المدرب التوقف عن اتخاذ فقط أو اختيار فقط اللاعبين الرائعين. فالاختيار يجب أن يكون على التأكد من أن جميع الفريق مختارين بشكل جيد ويمكنهم العمل معا. peut-être qu'elle aurait été championne du monde avec Karim.
وفكرة إن المدرب أخذ كريم بنزيما أو توقف عن اختياره في البداية كان خطأ، فالآن عاد بالاتصال به ومعاودته لفريق فرنسا حيث أصبح لاعب كبير. فهو الآن بعد ريال مدريد فهو أخذ مكان رونالدو، والآن هو قائد. مسيرته بالمباراة هي مسيرة عظيمة، وهذا شيء لا نعرفه من البداية، ولكن الآن حان الوقت بعودته لفريق فرنسا. ديدييه ديشان وكتبته من وجهة نظر ليونيل شاربوني عندهم القدرة ان هم يحققوا لقب كأس العالم لفرنسا؟ كأس العالم القادم نعم أتوقع ذلك. لقد كنت خائفا بعد خسارتهم أمام سويسرا في كرة القدم الأوروبية، ولكن الآن بوجما واللاعبين قاموا بالتفاعل جيدا. À surréagir. Il y avait sûrement un problème d'ego après le titre. C'est très difficile. ولكن الآن يمكن أن يكون لديهم بعد الحصول على هذا اللقب لدوري الأمم الأوروبية، قد يجدوا مشكلة في الحصول على. طيب هنتظر منك مستر شربونيه إجابات سريعة جدا على أسئلتي. المنتخب الفرنسي أصبح منتخب قوي جدا ودايما هو منتخب مرشح لأي بطولة بينافس فيها، لكن على مستوى الأندية الفرنسية، الأندية الفرنسية تعاني على مستوى المسابقات الأوروبية، من وجهة نظرك إيه السبب؟ فرنسا تحصل على اللقب، ومنتخب فرنسا يحصل على اللقب لأنه لديه مدرب وهو ديدييه ديشان عظيم، ويعلم كيف التعامل مع المنتخب والفريق. ولكن الأندية الفرنسية يتمرنون جيدا، ولكنهم يذهبون مباشرة إلى بريطانيا أو إسبانيا أو مؤخرا إلى إيطاليا، ولكن البطولات الفرنسية لا تنعم بهؤلاء الأبطال أو اللاعبين. وقد يجد الأندية الفرنسية تعثر في وكانوا مدونين بسبب ترحل هؤلاء اللاعبين إلى الأندية الأخرى أو البلاد الأخرى. سؤال سريع معلش، إذا كانت الأندية الفرنسية حافظت على اللاعبين الفرنسيين اللي موجودين في أهم وأكبر أندية العالم، هل من وجهة نظرك كان هيبقى عندها القدرة إنها في الوقت ده تنافس على الألقاب الأوروبية؟ Les clubs français, c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain, oui. الأندية الفرنسية هذا صعب، ولكن باريس سان جيرمان يمكنه فعل ذلك وهو قريب من ذلك. لوم
ونادي ليون ونادي مارسي. يمكنه الفعل الكثير والقيام ببذل أكثر مجهود من أجل المنافسة. مين اللاعبين اللي هينافسوا على البالون دور من وجهة نظر شاربونيه السنة دي؟ أفضل 3 لاعبين شايف إن هم يستحقوا كأس البالون دور أو أفضل لاعب؟ أريد أن أضع محمد صلاح وأتوقع، ولكن بداية هذه السنة لم يكن جيدا مثل ما يحدث قبل، ولكن يمكنه الحصول عليه في 2022. سريعا جدا، مع أو ضد انتقال كيليان مبابي للريال أو بقائه مع بي اس جي؟ الثلاثة المفضلين لدي ليفاندوسكي الذي استحق اللقب العام الماضي، وكريم بنزيما او كريستيانو رونالدو. ليونيل شاربوني نجم طبعا المنتخب الفرنسي ورينجرز اسكتلندي. بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر جدا لدي الوقت. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. ملفات كتيرة هنطرحها على حضراتكم بالتأكيد طبعا. الناس عايزة تتكلم وعايزة تسمع كل ما يتعلق ببداية المشوار بتاعت النادي الأهلي. اتفقنا أنه ضربة البداية ما كانتش تليق ببطل أفريقيا حامل لقب آخر نسختين، ولا تليق الحقيقة بمستوى أداء النادي الأهلي ونجومه. وكان اللي يمكن مخلي الناس مستنية بداية المشوار هي أنه إحنا نعدل المسار اللي نهينا بيه نهاية الموسم، لكن يمكن ده اللي زود شوية حجم الغضب عند جمهور النادي الاهلي. الاهم من ده ازاي نستعد وازاي نصلح وازاي نبتدي الموسم الجديد، وخصوصا انك انت بعد مباراه العوده مع الحرس الوطني على طول تبتدي تدخل في دوامه الدوري، وهي دوامه بمعنى الكلمه. الموسم ده في منتهى الصعوبه الحقيقه، وربنا يعني يسترها على لاعبتنا، لاعيبه مصر كلها مش بس لاعيبه النادي الاهلي، ويوفق انديتنا ومنتخباتنا في المحافل الدوليه وهي كتيره جدا اللي هتشارك فيها. هنرحب في البدايه طبعا بنجمنا النهارده وضيفنا في السادسه كابتن رمضان السيد. مساء الخير كابتن رمضان. مساء الخير يا احمد، ازيك؟ منور الدنيا. الله يخليك يا احمد. شكرا. عندي كلام كتير، خليني ابتدي معاك باخبارنا. ماشي. الاول هبتدي بالمنتخب، لانه مستر كيروش المدير الفني اتفق، قعدوا اتفق مع الرابطه انه محتاج معسكر قبل بطوله امم افريقيا. البطولة هتتلعب من 9 يناير تقريبا ل 4 فبراير، خليني من 9 يناير ل 6 فبراير. 6 فبراير. الراجل عايز 14 يوم قبل البطولة معسكر، واتفق مع الرابطة انه الدوري يتوقف والمسابقات تتوقف لمدة 14 يوم، وعنده طبعا معسكر تاني يوم 7 نوفمبر عشان الماتشين اللي فاضلين في تصفيات كأس العالم في مرحلة المجموعات، انجولا والجابون. شايف ده فتره كافيه بدايه استعدادا لبطوله كبيره بحجم امم افريقيا؟ وازاي شايف بدايات كيروش مع المنتخب بشكل عام؟ اولا هي بالنسبه للطلب، والحقيقه ده طلب مهم جدا جدا، لان يمكن احنا بقالنا حوالي موسمين منتخب مصر ما بيتجمعش. يعني يمكن اكتر تجمع مثلا كان 3 ايام او حاجه كده. تمام. واحنا يمكن لعيبتنا او لعيبه منتخب مصر متعودين دايما ان هم قبل البطولات بيعملوا تجمع كبير، وبنعمل نتائج ايجابيه لما بنعمل تجمع كبير، عكس لما بنروح مثلا في مباراه مثلا رايح جاي ونعمل مثلا يومين او 3 ايام، للاسف الشديد المستوى بيبقى بعيد خالص. لكن لو بتتكلم يا احمد على الحقيقه على بدايه كروش، انا في رايي بدايه قويه جدا جدا جدا، واضاف وغير شكل منتخب مصر واداء منتخب مصر الحقيقه، رغم تحفظي رغم ان هو عمل فوز في مباراتين ليبيا الحقيقه، وزي ما قلت لك ان هو عمل تغيير كبير جدا في شكل اداء منتخب مصر، تحفظي بشكل كبير جدا 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 على استبعاد محمد شريف وقفشه. انا بقول يعني الاثنين دولت كانوا افضل 2 لعيبه في الموسم اللي فات، اذا كان محلي الدوري المحلي او المباريات اللي هم افريقيا لعبوها الحقيقه. أيوه. مميزين بشكل كبير جدا جدا جدا. انا يعني مش لاقي اي تبرير. انا بشكر اهوت فيه وبقول ان هو غير شكل واداء منتخب مصر، وهنتكلم على غير ازاي، لكن انا الحقيقه ليا تحفظ كبير جدا جدا جدا
على استبعاد محمد شريف وقفش. تلومه هو ولا تلوم الجهاز؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين طبعا. يعني أول يمكن الراجل بيبعت رسالة بيقول أنا دكتاتور وكلمتي لا تقبل المناقشة أو المراجعة وأقدر استبعد أي نجم مهما كان حجمه ومهما كان تأثيره. ده شريف في المباراة الوحيدة اللي لعبها المنتخب الودي تحت هو جاب جونين. فيمكن ممكن تكون ممكن يا بقول يعني ممكن تبقى دي الرسالة. يعني أنا بقول إن مفيش مدير فني يبعت رسالة زي دي. يمكن هو خلي بالك برضو في مشاكل عنده في الحتة دي بالذات. يعني هو حتى في المنتخبات اللي مسكها الحقيقة كان عنده مشاكل مع النجوم. يعني في هو بيعمل كده خطفة كده ويبقى في رأي عام ضده كمان. في كل أغلب المنتخبات اللي هو اشتغل فيها تولى مسؤوليته. تولى مسؤوليته. لكن أنا بقول حاجة، يعني الجهاز المعاون الحقيقة أنت لما تيجي تتكلم على الراجل وهو جاي، قلنا إيه؟ قلنا ان الفتره او المده اللي هو هيجي يشتغل فيها مده مش كافيه، بدليل ان احنا قلنا ده هيبقى فيه دور كبير جدا 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 للجهاز المعاون. مظبوط. للاسف الشديد هو الجهاز المعاون ما كانش ليه دور. يعني انا ما اعتقدش ان اي حد اي فرد في الجهاز المعاون كان مع استبعاد محمد شريف واستبعاد قفشه. لا يمكن. يعني لان هي مش العمليه مش عافيه. يعني لا، ده هم الجهاز المعاون متابعين وشايفين قفشة وصل لفين. قفشة لو نيجي نعمله تقييم الموسم اللي فات، هو ممكن ياخد أفضل لاعب أفريقي محلي. يعني ياخدها بسهولة. يعني كل مبارياته الحقيقة كان ليه تأثير جامد جدا. محمد شريف نفس الحكاية. يعني في طفرة كبيرة جدا جدا في مستوى محمد شريف، أفضل مهاجم موجود في مصر. وحتى على الأقل لو مش هتلعبه أساسي ما تطلعوش بره يعني التشكيل. انا بقول لك يعني في ورقه مهمه بالزبط. ممكن تاخدها في الاعتبار طبعا. بالظبط يا احمد. انا في تحفظ كبير جدا 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 على استبعاد الاثنين دول. الراجل عدى. يعني خليني اقول دخل اختبار صعب. موقفنا في المجموعه ما كانش احسن حاجه. ليبيا كانت معنويا على الاقل، حتى لو كانت فنيا وبدنيا يعني مش 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 في مستوى المنتخب المصري، لكن معنويا كانت متصدره وكان عندها فرصه بتدافع عنها، وراجل ما كانش عنده وقت لكنه عبر. لكن السؤال، تراهن على البداية دي في وصول مصر لكأس العالم تحت قيادة كيروش، وتراهن على البداية دي في قدرة الراجل ده أنه يقود منتخب مصر لأنه ينافس، مش هقول يحقق بطولة أمم أفريقيا لكن ينافس على لقب بطولة الأمم؟ الحقيقة الأداء يا أحمد اللي احنا قديناه في مباراتين ليبيا بيقول كده. بيقول أن احنا اولا احنا خلاص وصلنا للمباراه اللي هي الفاصله ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله بنسبه 99%. ايوه عايزين نقطتين بس رقميا. يعني هناخد ممكن ناخد الماتشين فوز كمان ان شاء الله. بالنسبه للمباراتين، لا المباراتين بيقولوا ان بقى في شكل في النواحي الهجوميه الحقيقه كنا مفتقدينه في الفتره اللي فاتت. في ربط في التلت الهجومي للمنتخب في المباراتين الحقيقه. في جناب شغاله بشكل كويس قوي، اذا كان الجنب اليمين اللي فيه الحقيقه اكرم واللي فيه صلاح. محمد صلاح طبعا مع راس الحربه مع الحقيقه عبد الله السعيد في المباراه الاخيره. لكن نفس الحكايه مع عمر مرموش برضك، يعني زي ما بنقول ان هو في تحفظ على ان هو استبعاد محمد شريف واستبعاد قفشه. انا بقول ان يحسب له، يحسب للراجل كروش الحقيقه ان هو جاب عمر مرموش، ويحسب لينا احنا بس السادسه هنا اللي احنا بالزبط. اول حد قدم مرموش للناس يعني بالزبط. وقدمنا نجوم كتير مصريين ما حدش بالزبط. يسمع عنهم حاجه بالزبط. الحقيقه نتمنى الناس تبص بس وتدي الناس دي فرصه طبعا. يعني مرموش اثبت نفسه لا ده اثبت نفسه بشكل كبير جدا. يعني مش لا ده لعيب عنده كل مميزات ان هو يبقى لعيب اساسي جوه منتخب مصر، ولعيب كمان ليه مستقبل كمان في اوروبا. مرموش ولا رمضان صبحي في الحته دي في المنتخب؟ بص هم يعني مرموش عمر الحقيقه عنده ميزه اعتقد يعني بتزيد شويه عن رمضان صبحي. عنده القوه وعنده السرعه وعنده النواحي الدفاعيه قوي جدا 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 فيها. انت لما بتشوفه في مواقف وهو بيدافع موقف مثلا تبقى الكوره مش بتاعته وبيروح يحط جسمه وبيروح ياخد الكوره، ونفس الحكايه في النواحي الهجوميه بتشوف برضك وهو بيراوغ الحقيقه او هو بيخترق في الجنب الشمال. لا ده واحد واخد قرارات والسهم طالع والسرعه يعني جامده جدا، بيسدد بشكل قوي جدا جدا في المباراتين الحقيقه. فلا يعني هو عبد الله ولا قفشه؟ لا قفشه
قفشه. قفشه طبعا. ومع احترامي لعبد الله ومع احترامي لتاريخ عبد الله، عبد الله من اللعيبه المميزين جدا اللي جم في تاريخ مصر الحقيقه، لكن انا بتكلم على الموسم ده، لا قفشه عامل تفوق على كل، قفشه انا بقول لك ياخد افضل لعيب محلي في افريقيا. محلي في افريقيا. في حد في اسم ثالث في المركز ده كابتن رمضان انت شايفه؟ لا يعني هو شايف. لا يعني هو قفشه وبعدين عبد الله. ايوه. يعني الباقي بعيد، يمكن الحقيقه في اوباما بس على فترات متباعده. يعني على فترات متباعده بتلاقيه بيظهر بشكل كويس وبيعرف يجيب جول والحاجات دي كلها، لكن اللي عامل ثبات الموسم ده قفشه. شريف ولا مصطفى محمد؟ طبعا طبعا شريف. شريف عنده كل حاجه. وانا هقول لك حاجه كمان، يمكن في مشكله جدا، في مشكله في ان انت بتجيب مصطفى محمد بعد التصرف اللي هو يعني عمله مع المدرب حسام البدري. ايوه. تصرف غريب جدا، وفي نفس الوقت انت بتجيبه تاني مباراه على طول. في يعني انا برضك عندي تحفظ كبير جدا جدا جدا. انت هنا بتلوم مين؟ بلوم كروش. بتلوم كروش. انت هو في ايديك قرار. ايوه. يعني هو اللي في ايديك قرار، ما انت ده كان عنده القرار والجراه ان هو يستبعد شريف. ما هو ممكن يقول لك مش فاتورتي فمش هحاسب عليها. لا ما فيش حاجه اسمها كده. في يعني التدريب مش كان اولى ان انا احاسب اتحاد الكوره مثلا؟ طبعا اتحاد الكوره لازم يتحاسب. ايوه. لان اتحاد الكوره كان لازم يحقق ويوقف مصطفى محمد. انا على فكره مش بتكلم كده عشان مصطفى محمد، لا انا بتكلم ان اي لعيب كان عمل الموقف ده كان لازم اتحاد الكوره يحقق ويوقفه. انت بتعمل قاعده بالظبط عشان اللي جاي ما ينفعش يمشي عليه. ما ينفعش خالص. لكن لما تسيبها مره فالناس خلاص كلها ممكن تقول لك. يعني انا هقول لك حاجه، ده ممكن يبقى ضرر كبير جدا جدا لكروش نفسه. ايوه. لانك انت ما اخدتش قرار في موقف زي كده. والكلام حقيقه مش ضد مصطفى محمد، انا كمان انا اصلا يمكن اتكلمت في نفس النقطه دي يا كابتن رمضان. انا شايف ان الولد ده لو ظبط نفسه هنا ممكن يلعب في احسن حته في العالم. يعني بلا شك مهاجم محترم جدا امكانياته، بس هنا محتاج انضباط طبعا. يعني اللي كان بيحصل في مصر او اللي كان بيعمله في مصر مش هينفع معاه لو عايز يلعب او عايز يكمل في دوريات اوروبا في انديه كبيره، مش هينفع. هو يا احمد انا بتفق معاك، تقييم مصطفى محمد الفني مهاجم هيبقى مستقبل. أيوه. وفعلا لو هو ظبط سلوكياته والحاجات دي كلها، لا هيعمل طيب. نقله كبيره جدا. اقفل صفحه المنتخب وافتح صفحه الاهلي. ماشي. قبل ما ادخل في الكوره عشان عندي كلام كتير عايز اسمع رايك فيه. ماشي. عايز اخد انطباعك عن امبارح. بس امبارح كان على الرغم من احنا في قناه الاهلي متابعين على مدار الساعه ولحظه بلحظه ولقطه بلقطه موجودين وبنشوف وبنتابع وبننقل لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي اللي بيحصل في الاهلي ساعه بساعه، لكن امبارح الحقيقه الصوره بالنسبه لي كانت مبهره لما شفت ده توتاله زي ما بيقولوا. يعني الحقيقه كنت سعيد جدا وفخور جدا. ازاي كابتن رمضان شفت كشف الحساب اللي قدمه كابتن خطيب امبارح في الفتره اللي تولى فيها مجلس ادارته المسؤوليه؟ يعني انا يعني عاوز اقول حاجه يا احمد مهمه جدا. انا في رايي ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، اعتقد يعني انا في رايي ان من افضل مجالس الادارات اللي جت الحقيقه في تاريخ النادي الاهلي. يعني انت لما بتيجي تشوف مثلا او تتابع الحاجات اللي اتعملت جوه النادي او الافرع اللي اتفتحت جديده او ان انت بتعمل استاد جديد. أيوة. استاد النادي الاهلي اللي هو امل كل الجمهور النادي الاهلي طبعا. الحقيقه في حاجات كتيره جدا 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 اتعملت في الوقت اللي كان بيتولى فيه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه وبرئاسه الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. المنظر امبارح كان حاجه مبهره، حاجه يعني جميلة جدا جدا جدا. الصورة كانت جميلة الحقيقة في وقت الوقت كله الحقيقة اللي كان مع صحيح. قبل ما ادخل معاك في الكورة هنتكلم بصراحة زي ما تعودنا منك دايما. لأنه الناس بمنتهى الصراحة شايفة إنه مش ده الأهلي بالظبط، وكانت مستنية الفترة اللي بين الموسمين حتى ولو ما نقدرش نسميها فترة إعداد، بس كانت مستنية تشوف كيرف بيطلع على الأقل لفوق. صحيح ما نبتديش يعني في أحسن أحوالنا، بس ما نبتديش برضو زي ما فنشنا بنفس الحالة اللي صحيح. احنا كنا عليها. خلينا أتكلم معاك وندخل بقى في التفاصيل ونبص كمان معاك على اللي جاي، لأنه جاي مهم جدا وصعب جدا في نفس الوقت. نسمع رؤية كابتن رمضان السيد في السادسة، بس بعد ما نروح لفصل سريع جدا وأخير ونرجع لحضراتكم. قبل ما ادخل في التفاصيل خلينا نتفق ان كل اسم عظيم صنع مجد او صنع نجاح في النادي الاهلي
ارتبط اسمه بامكانيات ومنظومه النادي الاهلي، يعني مع كامل التقدير والاحترام وهم اساطير ده ما فيش شك، ارقامهم ونجاحاتهم وانجازاتهم بتقول كده. لما اتكلم على اسم زي هيديكوتي، لما اتكلم على اسم زي جوزيه، ولما اتكلم على اسم زي موسيماني، لانه بالارقام قدر يحط نفسه في خانه المدربين اصحاب المشاوير الناجحه مع النادي الاهلي. ما كانش ممكن المشوار ده ولا المكانه دي ولا النجاح ده يتحقق الا مع النادي الاهلي، مع كامل التقدير لامكانياتهم، وانا احترمهم واحب منهم. يعني جوزيه بالنسبه لي في حته تانية خالص، لكن مانويل جوزيه لو كان جه اشتغل في مصر مع اي حد تاني ما كانش حقق 20% من اللي حققه مع النادي الاهلي. وهكذا ايضا ينطبق الامر على كل الاسماء بقى اللي تولت المسؤوليه. هيديكوتي اسطوره، واكيد كابتن رمضان يكلمنا عنه. موسيماني في سنه واحده حقق وحقق مع الاهلي ارقام اعجازيه من الصعب جدا على اي مدير فني انه يحققها، لكن في النهايه النجاح ده مرتبط بالاهلي، بالامكانيات، بالدعم، بالجماهيريه العظيمه، وبالقماشه النجوم اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي. رسالتين وجههم كابتن خطيب قبل ما اتكلم في الماتشات يعني. رساله اولى امبارح وجهها لمستر موسيماني، ورساله وجهها الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال لهم ننتظر منكم الكثير، حققتم نجاحات وكان في اخفاقات، لكن احنا مستنيين منكم الكثير في الفتره اللي جايه. قريت ازاي تصريحات او رساله كابتن محمود الخطيب؟ يعني قريت الحقيقه، انا هتكلم على سيد عبد الحفيظ الاول. أيوة. قبل ما هتكلم على موسيماني، اعتقد ان سيد عبد الحفيظ من انجح مديرين الكره اللي جم الحقيقه في الفتره الاخيره، في العشر مواسم الاخيره الحقيقه. أيوة. يمكن احنا كان عندنا المرحوم ثابت البطل كان برضك، هو اشار لده امبارح كابتن خطيب، قال لك يعني بيفكرني بثابت البطل في اخلاصه وتفانيه، يعني كان شخصيه عملاقه الحقيقه ثابت البطل الله يرحمه. اه طبعا. فانا سيد عبد الحفيظ يستاهل فعلا الاشاده الحقيقه اللي اخذها من الكابتن محمود الخطيب. انا مع في رساله لموسيماني، اعتقد النادي الاهلي يعني يمكن تبقى الرساله ايه، احنا مش هنصبر كتير، انا عايز بين السطور. هنصبر يعني كتير، اي مش هنصبر كتير، لان احنا من الدور الثاني يا احمد. وكنا متقدمين في الدوري الموسم اللي فات الحقيقه، وكنا متقدمين باربع نقاط، واعتقد ان احنا من النادر لما بنتقدم والزمالك بياخد البطوله. بالعكس، احنا في مواسم كان الزمالك بيتقدم بثمان نقاط، وفي موسم كان متقدم على النادي الاهلي ب 12 بونت. ايوه 12 بونت، ورغم ذلك النادي الاهلي حصل البطولتين. الموسم اللي فات لا، في مشاكل فنيه جوه التيم. والمشاكل الفنيه للاسف الشديد لو هي مثلا ايه بتحصل وبتتصلح في المباراه اللي بعديها، أيوة. يبقى ده حاجه كويسه قوي. لكن انا النهارده الحقيقه المشاكل الفنيه اذا كان في النواحي الدفاعيه، اولا زي ما بقول دايما ان النادي الاهلي افتقد ميزه كانت بتميزه عن كل انديه مصر او كمان في البطوله الافريقيه، ميزه الضغط. الضغط النادي الاهلي كان بيعمل ضغط قوي جدا جدا، اذا كان من الجنب اليمين بمجموعه اليمين، او بالجنب الشمال بمجموعه الشمال، او من العمق بمجموعه الديفندر مع راس الحربه، مع الراجل تحت راس الحربه، كان بتتعمل نموذجيه، وكنت بتستخلص الكوره في توقيت ايه، 4 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، ما كانتش بتزيد عن كده تستخلص، لان كمان احنا كمان كان خطوطنا قريبه من بعض. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان انت مش قادر تنفذ الضغط ولا قادر تستخلص الكوره، عشان احنا خطوطنا في تباعد في خطوطنا. أيوة. انت النهارده بتضغط مثلا بمحمد شريف، وبتضغط بقفشه مثلا، وبتضغط مثلا بكهربا، او بتضغط بحسين الشحات، وبتلاقي ياسر ابراهيم او بدر بنون او ايمن اشرف اللي هم الثلاثه المساكين، اثنين منهم مثلا اللي بيلعبوا قريبين جدا من محمد الشناوي مع باك من الباكين. انت المفروض في تنفيذ طريقه 4-4-2-3-1، الاربعه المدافعين المفروض انت ما بتهاجمش بالباكين. يعني لو هاجمت باكرم يبقى علي معلول بيستنى، لو هاجمت بعلي معلول يبقى اكرم بيستنى. الثلاثه دولت بيبقوا في النواحي الدفاعيه عند محمد الشناوي. المساحه دي اللي ما فيهاش تقارب انت بتضرب منها، وكل المنافسين اللي لعبونا رغم ان احنا لعبنا فرق كانت بتصارع هبوط احرزوا فينا اهداف، وللاسف الشديد خسرنا بنقط لغايه ما وصلنا ان احنا نخسر بطوله الدوري اللي هي كانت، انا في رايي كان سهل جدا جدا النادي الاهلي يحصد البطوله. مباراه السوبر يا احمد، سوبر مصري. طبعا سوبر مصري.
بطوله بتعد في بطولات النادي الاهلي. يعني احنا كنا وصلنا قبل كده كان بيننا وبين ريال مدريد بطولتين، ووصلنا كمان في فتره كنا تساوينا كمان، تساوينا مع ريال مدريد في عدد البطولات. انت بطوله الدوري اللي كان سهل جدا تاخدها، والبطوله السوبر المصري اللي يعني الطبيعي الطبيعي ان انت تاخدها بمنتهى السهوله، لان طلاع الجيش كان خط الهجوم كله كان انتقل خلاص لانديه تانية. يعني كان بيلعب ناقص عناصر مهمه جدا جدا جدا. انت النهارده في مباراه، وبالذات مباراه السوبر يا احمد، مباراه السوبر انت في 120 دقيقه جات لك فرصه واحده، 120 دقيقه انت جات لك فرصه محمد الشريف اللي راح بيها انفراد، اللي اتعملت له وراح بيها انفراد. ده مش ممكن، يعني ده صعب جدا جدا. برضو في نقطه مهمه جدا، نقطه في النواحي الهجوميه. انت النهارده اي فرقه بتقفلك الملعب او اي فرقه بتضيق لك مساحات مفيش حلول. أيوة. الحلول اللي هي مش بتاعه الحلول الفرديه بتاعه اللعيبه او المهاريه بتاعه اللعيبه، حتى دي فيها مشكله عندنا كابتن. طبعا عندنا مشكله كبيره جدا جدا جدا، الفرديه فيها مشكله. طبعا الوان تو وان بقت عزيزه قوي عندنا، مش عارف ليه. يعني انا النهارده لما بكون بوجد حلول لفرقتي وهي بتخترق من الجناب او بتخترق من العمق وانا محفظهم وبينزلوا ينفذوا، خلاص تخترق وتجيب جوال ومفيش مشكله خالص. انت دي مش موجوده الحقيقه، يعني دي مش موجوده. انت كل الحاجات اللي انت بتحرز منها اهداف اللي هي الحاجات المهاريه. خليني برضو يعني احنا امبارح كان في فرصه ان احنا نتكلم مع مستر موسيماني، وراجل ادانا يعني بعض التصريحات كده على شاشه الاهلي في نفس المؤتمر برضو يعني. وكان الراجل بيتكلم على نقطه انه خبراته كلها مرتبطه بالقاره الافريقيه، وبالتالي ترجمه ده من يعني على لسانه كان انه نجح بشكل كبير جدا مع الاهلي افريقيا وعالميا، لانه نفس طريقه اللعب ونفس اللعيبه هم اللي جابوا بطولتين افريقيا اثنين ورا بعض، وهم اللي جابوا سوبر افريقيا بالمناسبه، وهم اللي جابوا برونزيه كاس عالم انديه. وبيقول انه خبرته في الدوري او في المسابقات المحليه كانت ضعيفه جدا، وده اللي ادى لضياع لقب الدوري، وده اللي ادى لضياع السوبر المصري. سيبك من السوبر المصري دي انا ما بلعتهاش، لانه في النهايه دي مباراه واحده وخصم انت لعبته اكتر من مره، فبالتالي كانت سهله البطوله. لكن خلينا نقول ضربات الحظ الترجيحيه ممكن يكون وارد. برايك في فكره انه خبرته الافريقيه فادت الاهلي في مشواره في البطولات القاريه، وانه خبرته المحليه اكتسبها على مدار موسم ويقدر يبان ده في شغله في الموسم الجديد؟ مفيش حاجه كده اسمها في التدريب خالص بصراحه. يعني انا برضك عشان برضك محدش يقول مثلا ان هو جاب بطولتين افريقيا. ايوه انا هقول لك حاجه، يعني محمد يوسف من مدرب عام في النادي الاهلي جاب بطوله افريقيا. حسام البدري من مدير كوره لما مسك جاب بطوله افريقيا. فدي ما بقاش مبرر بقى ان انا نجحت في البطولات الافريقيه وانا ما عنديش خبرات لا، ده بعيده خالص بصراحه. انا النهارده في اخطاء موجوده انا كمدرب لازم اصلحها. طب حضرتك شايف ان الاخطاء دي مش اخطاء مباراه؟ لا، دي اخطاء مرحله. ده اخطاء مرحله، هينقلي للي جاي. اللي جاي عندي ماتش مهم جدا كمان ايام، 3 4 ايام، احنا النهارده الثلاث هنلعب يوم السبت مباراه عوده. هل شايف انه في نفس تقريبا بنفس التشكيله، ان احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على انه الصفقات الجديده مش هتظهر ان شاء الله، لو ظهرت هتظهر قدام الاسماعيلي، ودي حته ثانيه هتكلم فيها معاك. هل شايف انه ممكن يحصل فرق؟ هل متوقع كابتن رمضان انه يبقى في فرق؟ مش في النتيجه، انا ما عنديش شك انه الفرقه قادره تتاهل، يعني ما عنديش شك، وجمهور الاهلي ان شاء الله واثق في لعيبته وفرقته ان هم هيوصلونا لدور المجموعات. لكن كوره اداء، شايف انه في فرق يحصل في الماتش؟ لا، احنا بقى لنا فتره كبيره جدا، انا لازم نتكلم بصراحه. يعني احنا بقالنا فتره كبيره جدا زي ما بقول لك المستوى ثابت على اداء سيء، وثابت على نواحي دفاعيه مش منضبطه خالص. تمام. وفي نفس الوقت بكرر تاني بقول ان اي فرقه بتضايقلك مساحات واي فرقه بتلعب زون نص ملعب مهما كانت قوتها انت ما عندكش حلول، مش الحلول اللي هي المهاريه بتاعت اللعيب نفسه. أيوة. لا، الحلول اللي هي بتاعت المدرب. أيوة. ان انا تكتيك والطريقه انا بمرن فرقتي على مثلا 6 7 مثلا جمل بتتعمل، يبقى انا هروح مثلا لثلاث جمل بيتنفذوا هجيب منهم اجوال. لكن لا، ده ما بيحصلش. الحاجه الثانيه، انا النهارده راجع عامل نتيجه انا في رايي نتيجه سلبيه. أيوة. يعني هي نتيجه 1-1 ديت نتيجه بتعتبر احنا ان شاء الله باذن الله نكسب هنا، مفروض
نكسب هنا بسهوله، لكن انت راجع من اداء سيء ورحت مدي 48 ساعه راحه. ده انا بالعكس، ده انا وانا برجع من مع فرقتي وانا عامل الاداء السيء ده، ده انا هجيبهم من الطياره على الملعب عشان اتفادى بقى الحاجات اللي بتحصل، اتفادى المطه اللي موجوده دي في وتباعد الخطوط اللي موجوده على طول في اداء الدفاعي، اتفادى ان انا يخش فيها جول زي اللي دخل الحقيقه. يعني هدف زي اللي دخل اللي هو هدف التعادل دوت لا يمكن، ده كوره ثابته ومحطوطه، ازاي بتطلع التعامل مع الكره العاليه الهيدرز وبعدين تروح تتلعب لواحد فاضي خالص؟ لا، كان لازم يرجع موسيماني من الطياره على الملعب عشان يصلح الاخطاء في 48 ساعه. ليه انت اساسا ده انت ولا مجهد ولا حاجه دلوقتي؟ ده انت بدايه موسم، تحاسبه اكتر على القماشه لما تكتمل. يعني تستنى، احنا متفقين ان شاء الله باذن الله قادرين وواثقين ان احنا قادرين نتاهل باذن الله لدور المجموعات. مباراه النايجر، بطل النايجر الحرس الوطني، يعني وان كانت على مستوى الاداء يعني لسه مستنيين نشوف، لكن على مستوى النتيجه ان شاء الله باذن الله قادرين. لكن المهم هو اللي بعد كده، انت عندك بطوله دوري هتبتدي وعندك دور مجموعات في بطوله افريقيا، اكيد هيبقى اصعب بكتير من دور ال 32 طبعا. فبالتالي ومواجهتك في بطوله الدوري مش تدريجيه، يعني هتقابل اسماعيلي وهتقابل زمالك في اول 3 اسابيع، فبالتالي محتاج توصل للتوب فورم بسرعه. هل شايف انه ده ممكن يحصل؟ ورايك في وجود كمان الاضافات الجديده اللي دخلت على قائمه النادي الاهلي؟ طبعا احنا عاملين الحقيقه صفقات مهمه جدا جدا، وصفقات كبيره جدا جدا، الصفقات اللي احنا عملناها الحقيقه اللي هي انا في رايي هتعمل اضافه قويه جدا في اداء النادي الاهلي. ايوه. لكن انا زي ما بقول لك يا احمد، احنا عندنا الثلاث مباريات الاولين بعد ما الصفقات دي بتخش بقى جوه التشكيله. ايوه. نقدر نحاسب موسيماني. هو السؤال، انت هتعدي مباراه النايجر، هل انت متوقع تغيير في تشكيله النادي الاهلي؟ هل متوقع تشوف فرقه جديده، ولا التغيير مفترض يحصل بالتدريج، ولا شايف ايه؟ لا يعني لا، ده احنا لازم نشوف اداء مختلف عن الفتره اللي فاتت دي. اداء قوي جدا جدا دفاعيا وهجوميا. احنا ما حدش يخترق تيم النادي الاهلي بالسهوله دي، مفروض ما حدش يخترق دفاعات النادي الاهلي بالسهوله دي، وفي نفس الوقت لا، ده انا لازم اشوف شراسه في النواحي الهجوميه. احنا بنلعب في الفتره اللي فاتت كلها انت اللعيبه بتلعب عادي خالص، يعني من غير ضغط هجومي، من غير شراسه هجوميه. عشان كده انت لا اما بتتعادل لا اما بتكسب 1-0. ايوه. انت تراهن على انك انت تدخل الاسماء الجديده دي تدريجيا، ولا تنتظر انه تشوف فرقه جديده خالص بدايه من مباراه الاسماعيلي؟ لا، ده لازم الصفقات الجديده كلها تخش عشان يتعمل منافسه مع في لعيبه موجوده حاليا دلوقتي، يعني للاسف الشديد يعني يعني لازم بقى ايه بقى المنافسه تبقى قويه ما بينه وما بين ان هو هيلعب او مش هيلعب. لكن في لعيبه مستواها لسه بعيد ورغم ذلك بتاخد، فدي كمان ما تخلقش طبعا منافسه قويه. لكن انا في رايي ان الصفقات الجديده، انت عندك صفقات يعني تقدر تصنع فارق، اذا كان تاو او اذا كان احمد عبد القادر او اذا كان ده، احنا عندنا كمان في محمد محمود اللي راجع قريب من اصابه، لعيب سوبر سوبر. يعني انا كنت مستني اشوف، يعني لما قالوا انه قفشه هيغيب على مباراه، الف مبروك طبعا محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي جوازه، بس لما قالوا ان قفشه مش هيلعب مباراه الذهاب، توقعت ان محمد محمود ممكن ياخد في المباراه دي. بالظبط. يعني انا هقول لك حاجه، يعني الناس هتشوف محمد محمود في ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. اتفرجت عليها يا كابتن رمضان؟ طبعا طبعا، لعيب سوبر. أي. سوبر، يعني حاجه مختلفه خالص، يعني مختلفه خالص عن في ظل المنافسه المتوقعه. يعني الاهلي طبعا كتبت الاهلي السنه الموسم اللي جاي ده هتبقى المنافسه فيها بين اللعيبه شرسه جدا جدا جدا. طبعا اخاف طبعاً. جدا على حد زي محمد محمود انه لو الفرصه اتاخرت شويه او انه يبقى داون، يعني نفسيا ما يبقاش عنده القدره انه والحقيقه انه انا ناس كتير جدا 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 بتكلم على محمد محمود بكل خير، شايف الولد ده مستقبل للنادي الاهلي. طبعا. تقول لمحمد محمود ايه عشان يحاول الاول ياخد الفرصه، ولما تجيله ازاي يمسك فيها؟ انا بقول لمحمد محمود، انت يا ابني لعيب كبير رغم ان انت سنك صغير، لكن انت لعيب كبير قوي، ولعيب من اللعيبه هتبقى من اللعيبه المميزه في مصر واللعيبه السوبر في مصر. يعني لو جات لك الفرصه اوعى تفرط فيها. يعني يا محمد انت لعيب كبير، خلي عندك ثقه
في ادائك وثقه في نفسك وثقه في امكانياتك اللي كل الناس شايفاك ان انت لعيب كبير قوي. تجي لك الفرصه ما تفرطش فيها. فرصه ممكن تتاخر؟ لا بالنسبه لحد زي محمد محمود انا في رايي المفروض ما تتاخرش. ما تتاخرش. اه طبعا. يعني انت كل فتره كبيره جدا في اسماء. كابتن رمضان شايف انها تستحق تاخد فرصه وتستحق تبقى يعني تحت عيون او تحت اهتمام مستر بيتسو موسيماني بشكل خاص؟ يعني انا هقول لك حاجه، يعني احنا يعني انا شفنا مثلا مع مستر موسيماني شريف نور قوي، قفشه نور جدا طبعاً. اكرم نور جدا طبعا. هل في اسماء تانية شايف انها تستدعي انها تاخد مساحه اكبر، اهتمام اكبر؟ يعني انا بتكلم اهوت محمد محمود لازم ياخد مساحه اكبر. أيوة. رامي ربيعه لازم ياخد مساحه اكبر، لانك انت خلي بالك يا احمد احنا عندنا برضك الحته بتاعه الاثنين السردباكين الحقيقه فيها مشكله، او حته القلب فيها مشكله، احنا برضك المنافسين بيخترقونا فيها باخطاء موجوده. خلاص طالما اتوجدت الاخطاء دي انت تغير، وانت يعني مفيش قلق بالنسبه لك كمدير فني. انا خلاص طالما الحته دي فيها مشكله يبقى انا لما اجي اغير مفيش مشكله خالص بالنسبه لي، مفيش قلق. انت النهارده بتتكلم مثلا على احمد عبد القادر، ده لازم برضك يبقى ليه دور. أيوة. كبير جدا، لانك انت لو انت بتقيم احمد عبد القادر في سموحه الموسم اللي فات من اللعيبه اللي يعني اثبتت وجودها بشكل كبير جدا، اذا كان في صناعه اهداف او صناعه لعب او عمل استحواذ او ان هو كمان بيسجل بيهدف، فلا اللعيبه دي لازم تاخد فرص طبعا. برضو في حاجه، المنافسه اللي هتحط فيها كهربا ولا هيتحط فيها حسين الشحات ولا هيتحط فيها طاهر محمد طاهر، اعتقد ان ما حدش هيلعب بسهوله. ايوه يعني ما حدش من وصلاح برضه عشان ما ننساش صلاح محسن. طبعا صلاح محسن. أيوة. طبعا طبعا ربنا يشفيه طبعا ان شاء الله باذن الله. طبعا اكيد يرجع بسرعه. طبعا ما حدش هيلعب بسهوله. فالمنافسه اللي هتتعمل دي هتبقى في صالح الفرقه. مين ما اداش 100 لا بلاش مين ما اداش، مين ادى 100% من وجهه نظرك وصل للتوب فورم مع الاهلي في الفتره دي؟ يعني انا في الاجنحه الحقيقه في كل الفرقه يعني للاعيبه اللي تحطهم وبعد كده تبني الفرقه عليهم. يعني انا علي معلول قفشه محمد شريف بدر بانون اليو ديانج عمرو السوليه اللعيبه دي كلها مديه 100%. مديه طبعا. مين اللي ما اداش لسه وشايف انه عنده اكتر بكتير ومحتاج يزيد الفتره اللي جايه؟ طاهر محمد طاهر كهربا حسين الشحات والشحات دول عندهم امكانيات رهيبه. وبرضك عشان نبقى منصفين حسين الشحات مفنش كويس، حسين كان عامل بدايه، وكهربا برضه مفنش كويس بيحاول بس كهربا بيحاول يعني نهايات الموسم بالنسبه لكهربا افضل بكتير من بداياته. كهربا عنده امكانيات عاليه جدا جدا جدا، احنا لغايه دلوقتي لازم نعترف ان احنا ما شفناش الامكانيات العاليه بتاعه كهربا. كهربا هداف وبعدين عنده سرعه وبيعمل الاختراقات. في حد من الاسماء دي الثلاثه دول طاهر كهربا الشحات شايف انه مش عايز اقول اتظلم بس يعني ممكن يتوظف بشكل افضل من اللي اتوظف بيه؟ يعني انا في رايي كهربا لو لعب وخد ثقه وفي استمراريه في ان هو يلعب هيبقى مختلف. في ناس كتير بتشوف كهربا يلعب تسعة، مع الرأي ده ولا شايفه أكتر في الجناح؟ لا طبعا. هو جناح ناحية الشمال. أيوه. أفضل مركز ليه يعني. تسعة لا مش هيقدر يعملها. أيوه. طاهر محمد طاهر ده يعني اتكلمنا كتير على طاهر محمد طاهر. عنده إمكانيات يبقى لعيب أوروبي. أيوه. لكن إحنا لغاية دلوقتي ما شفناش طاهر محمد طاهر اللي إحنا كنا مقيمينه وقلنا إن هي صفقة قوية جدا 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 وصفقة هتكسر الدنيا في المسابقة المحلية مع النادي الاهلي. يحتاج يعمل الاسماء دي تحتاج يعني لو كل واحد بيشتغل على نفسه بعيدا. انا طالبت يعني زي ما حضرتك قلت كده انه يبقى فيه اهتمام من الجهاز الفني، وبالتاكيد اي جهاز فني في الدنيا عنده ورقه فيها هتكسبه بالتاكيد هيراهن عليها وهيلعب بيها. لكن اللعيبه دي نفسها لو كابتن رمضان بيكلمها عشان يعني، وخصوصا ان المنافسه كمان هتبقى اصعب السنه اللي جايه، الموسم اللي جاي ده انت بتتكلم على المكان ده، دخل فيه بيرسيتا ودخل فيه ميكسوني، دخل فيه عمار ممكن يلعب هنا طبعا. دخل فيه احمد عبد القادر، صلاح محسن موجود وكان ورقه رابحه بتكسب الاهلي في اوقات كتيره جدا، فالمنافسه مشتعله في الحته دي. بالزبط. النصيحه اللي توجهها لهم هقول لهم بصوا على محمد صلاح.
محمد صلاح بيطور في أدائه كل ماتش بعد كل ماتش بيطور في أدائه كل موسم، يعني الموسم اللي فات غير الموسم ده، الموسم اللي قبله غير محمد صلاح كان عنده مثلا ايه الهدفين اللي احرزهم في المان سيتي واتفورد، الهدفين اللي احرزهم دول ما كانوش عند محمد صلاح خالص. ان هو يعمل مراوغه لاربعه خمسه لعيبه في المساحات الضيقه دي ما كانتش موجوده عند محمد صلاح. محمد صلاح كان كل اعتماد ليفربول ان هو سرعته يرقص في الواسع في المساحه وهو بيروح بيضرب اي حد بسرعته. لما كان بيلعب في منتخب مصر كان ابو تريكه وهو بيلعب رابط معاه كل كوره في رجل ابو تريكه بيحطها له في المساحه الفاضيه ومحمد صلاح يخلص. الاخر مباراتين ده درس بقى للي عاوز يطور في ادائه. محمد صلاح كان الحته دي مش موجوده عنده. لما مان سيتي اقوى دفاع في الدوري الانجليزي والهدف بتاعه الثاني في واتفورد الحقيقه، وبقول لك انت لما بيجيب الصوره في مباراه مان سيتي كان في خمسه لعيبه حوالين صلاح وبيفوت برضو لنفس الهدف الثاني. فبقول لهم يا جماعه هي مش الساعتين التدريب، مش الثلاث ساعات تدريب اذا كنت بتتمرن حتى فترتين حتى لا، لازم يشتغل على نفسك. يعني كل واحد منكم يشتغل على نفسه. هو احنا ما ينفعش نطلع 2 و3 و4 محمد صلاح؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ينفع بس تكون بعقليه محمد صلاح. يعني انا شايف محمد صلاح يعني حاليا دلوقتي هو افضل لاعب في العالم. افضل لاعب في العالم بلا يعني مش لا بنجامله ولا بنقول لا، هو ومش احنا كمان، ده العالم كله بيقول ان صلاح دلوقتي افضل لاعب في العالم. بس يمكن انا مع ليفربول بس ولا مع ليفربول ومنتخب مصر؟ مع منتخب مصر في مشكله. في مشكله فرق السرعه في الاداء ورتم اللعب ما بين ليفربول وما بين منتخب مصر. يعني ده فرق. مثلا هقول لك حاجه، ده انت بتروح مثلا الكره مثلا المفروض تطلع في ليفربول مثلا بتطلع ثانيه ثانيتين، بتطلع في منتخب مصر بعد 30 ثانيه مثلا ولا حاجه. الفرق ده ما يساعدش صلاح. مكتف محمد صلاح. حسيت انه تعرض لهجوم بعد الماتشين بتوع، انا لسه هتكلم في دي. يعني انا النهارده ما ينفعش يبقى العالم كله بيشيد بمحمد صلاح وبيقول ان هو افضل لاعب في العالم، ونيجي نلاقي ناس بتطلع تقول ان محمد صلاح بيجي منتخب مصر خايف على رجليه او ما بيأديش زي. لا، شوفوا الفارق يا جماعه ما بين كره ليفربول وكره منتخب مصر. انا بقول لك اهوت، انت الكره بتطلع في ليفربول في ثانيتين، بتطلع في منتخب مصر مثلا 20 ثانيه. شوف الفارق ده هيعمل ايه. فلا، محمد صلاح يعني ما شاء الله حاجه. نسخه الدوري الجديده شايفها ازاي كابتن رمضان؟ شايفها ان احنا بالاضافات اللي احنا عملناها الموسم ده بالتعاقدات الجديده احنا قادرين ان احنا نعمل نتائج ايجابيه ونعمل كمان امتاع لجمهور النادي الاهلي. ده مهم جدا. يعني احنا كان فترات ومواسم كتيره جدا كنا بناخد البطوله بامتاع، انا بتفرج على التيم بتاعي بستمتع بادائه. احنا عندنا الامكانيات دي، بس احنا يعني هندي فرصه لغايه الثلاث اربع مباريات او الخمس مباريات الاولانيين، وبعدين لو الاداء فضل على كده يبقى في حساب بصراحه. نسخة الدوري الجديد هتبقى أقوى من النسخة الأخيرة؟ أكيد. ده حتى الأندية الصاعدة يا أحمد عندهم إمكانيات مادية عالية جدا وعملوا تعاقدات مهمة جدا. نسخة الدوري الجديد الحقيقة هتبقى أقوى من النسخة اللي فاتت. المنافسة تتوقعها أهلي وزمالك بس ولا ممكن يدخل فيها أطراف تانية؟ يعني أنا بقول إن أهلي وزمالك وبوجود إيهاب جلال مع بيراميدز الحقيقة أعتقد إن بيراميدز هينافس بشكل قوي. التدعيمات اللي قام بيها النادي الاهلي كافيه ولا تتوقع انه يكون في تدعيمات تانية في فتره الانتقالات الشتويه او تنتظر انه يبقى في فتره في مراكز معينه؟ اعتقد ان احنا في الانتقالات يناير ان شاء الله باذن الله. انا في رايي ان يعني النادي الاهلي بيخطط انه هيعمل صفقات قويه جدا، صفقتين قويه جدا، اذا كان مهاجم على مستوى عالي جدا يصنع الفارق مع محمد شريف الحقيقه، او في حته السرد باكين يجي برضك حد قوي جدا. اختم مع حضرتك كلامي بماتش السبت، اللي ينتظره كابتن رمضان السيد من الجهاز ومن لعيبه النادي الاهلي في مباراه السبت اللي جاي ان شاء الله امام الحرس الوطني؟ لازم نلعب ضاغط
ولازم نقرب خطوطنا الحقيقة، تقارب الخطوط، ولازم نستخلص الكرة بسرعة، ولازم بقى في شراسة في النواحي الهجومية، شراسة في النواحي الهجومية. يعني نبقى احنا، انا قلت لك مباراة السوبر المصري رحنا بفرصة لمحمد شريف، لا ده انا المباراة اللي جاية لازم اشوف مثلا 20 فرصة بالشراسة الهجومية تتواجد. وانا لو بدور على البطولة وما فيش شراسة قدام بطل النيجر في بدايتي يبقى على ارضي وعلى ملعبي، لا طبعا صعبة. لازم نكشر عليها. وفي تتوقع تغيير في الطريقة والتشكيل؟ لا احنا يمكن المستجد الوحيد هو عودة قفشة. بالظبط يعني، وقفشة طبعا هيغير الشكل يعني هيعمل إضافة قوية جدا، بس في نفس الوقت احنا زي ما قلت لك يا احمد احنا لازم نبقى في شراسه في النواحي الهجوميه، ما يبقاش ان احنا بنلعب وخلاص يعني الريتم بطيء وبنوصل ببطء والحاجات دي كلها، لا احنا لازم نشوف 20 فرصه مثلا في المباراه اللي جايه ونسجل منها. نتمنى ان شاء الله باذن الله. يعني رغم انه كيرفينا مش في احسن احواله، ورغم ان المباراه الاخيره الاهلي ما قدش يعني مباراه كبيره جدا تطمننا، لكن في نفس الوقت ما عندناش شك في قدره رجالتنا ان شاء الله ونجومنا ان هم يحسموا التأهل لدور المجموعات. وفي دور المجموعات في كلام تاني خالص، وفي فريق تاني خالص ان شاء الله باذن الله مع بدايه انطلاق الدوري والاضافات الكبيره جدا والمؤثره جدا اتوقعها الحقيقه تكون كلها اصحاب بصمه ويكون ليهم دور كبير جدا في مشوار النادي الاهلي اللي بتهيألي السنه الجايه يستحق ان تكون فيه العلامه كامله، مفيش بطوله يدخلها الاهلي أكيد. ان شاء الله ما يكونش قادر على حسم لقبها في الموسم الجديد. كل التوفيق لرجالتنا يوم السبت ان شاء الله باذن الله، وكل الشكر لكابتن رمضان على تشريف لينا النهارده في السادسه، وبشكرك طبعا ونورتنا يا كابتن رمضان. شكرا يا احمد. بشكر حضراتكم على المتابعه. تابع النهارده طبعا ابو صلاح عنده ماتش مهم طبعاً. مع اتلتيكو مدريد طبعا. صلاح ان شاء الله هيحصد افضل لاعب في العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم، كل التوفيق لمحمد صلاح النهارده، وكل التوفيق لفرقتنا ورجالتنا ان شاء الله يوم السبت امام الحرس الوطني في مباراه العوده. تحياتي لكل جماهير الاهلي، ونتقابل بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه.